مصدر برلماني: بخلاف المتداول الجزائر صوتت مع الإجماع على بيان البرلمان العربي المساند للمغرب. كشف البرلماني نبيل الأندلسي والعضو البرلمان العربي حقيقة تصويت كل من الجزائر ولبنان وسوريا ضد قرار البرلمان الصادر أمس السبت، والذي انتقد تصويت البرلمان الأوروبي على قرار منوئ للمغرب وطلب بفتح ملف سبتة ومليليا المحتلتين. وفي هذا السياق قال نبيل الأندلسي ومجلس المستشارين عن فريق العدالة والتنمية وعضو البرلمان العربي والذي حضر جلسة أمس في القاهرة، إن القرار الصادر عن البرلمان العربي بخصوص رفض وإدانة قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بالمغرب صوت عليه بالإجماع وعلى خلاف المتداول، فإن ممثل الجزائر رغم التحفظ الذي أعلن عنه في مداخلته بالجلسة صوت مع القرار. فأوضح الأندلسي اليوم الأحد أنه بخلاف التقارير التي روجت لكون لبنان وسوريا صوتتا ضد القرار، فإنهما غير ممثلين بالبرلمان العربي، حيث إن عضويتهما جمدت بالنسبة إلى الأولى منذ سنوات، بينما الثانية بعد اندلاع أحداث الثورة السورية.